أعزي عائلة الممرضة بهية عبد الرسول العرادي التي توفيت في المستشفى العسكري بعد موتها سريريا بسبب إطلاق الرصاص على رقبتها من قبل قناصة درع الجزيرة القوات السعودية. ودي ودي أفضلك بس قوية قوية. إخوتي وأخواتي، مقارنة بسيطة، صدام حسين كلنا نعرف أنه كان ظالما طاغيا. شباب الدخان ويا القهوة طيبة بهيجي قاعدة حلوة. ونعرف أنه احتل الكويت لمدة 7 شهور. أتعرفون أن صدام لم يذهب إلى المستشفيات أساسا؟ حتى في الحروب لا تتعرض القوات المعادية للمستشفيات، لكن قوات آل سعود الحقودة، هؤلاء بنو أمية الذين ذهبوا إلى المستشفيات ومن ثم جردوا الأجهزة من المرضى الذين كانوا يعيشون تحتها. أنا أرجو من الله عز وجل لهذا الشعب الأبي الذي بدأ الآن التكبير في السطوح، هذا التكبير الذي بدأ إن شاء الله سينجيكم سيخلصكم، وأطالب بأن يكون تشيع هذه المظلومة المضطهدة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال، أن يكون تشيعها مهيبا أكبر من أي تشيع آخر، لأنها امرأة قتلت، يزيد بن معاوية الذي قتل الحسين وأصحاب الحسين وإخوة الحسين وأولاد الحسين لم يقتل زينب لأنها امرأة. اسكت لا الحين أفك كف أطلع براغي ويا كلها. لكن قوات آل سعود قتلت الممرضات. ماذا تقول يا إمعة؟ ليكن تشيع هذه الممرضة مختلفا تماما عن تشيع بقية الشهداء. احملوا جنازتها الطاهرة وطوفوا بهذه الجنازة في جميع أنحاء المنامة، واكسروا هذا الطوق من الدبابات لكي تبينوا لأهل العالم أنكم بدون سلاح أقوى من الطغاة وهم في دباباتهم. هذا حل مشاكل؟ هذا المفروض يحطونه يلقح نخل تلقح النخل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدمتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.